السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة ان شاء الله جايبة لكم طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي. الطريقة ان شاء الله بتاعتي ان شاء الله تعجبكم. انا جبت المكنة دي بتاعت الزبادي، حلوة عملية جدا، احسن من الطريقة اللي هي التقليدية اللي احنا بنستخدمها، نسخن البوتاجاز ونحطها في صينية ومية ونحط فيها الكوبايات وكده. لكن ماكينة الزبادي بصراحة سهلة جدا وعملية خالص، واستخدمتها مرتين، فقلت المرة دي استخدمها معاكم واوريكم الطريقة بتاعتي في تخمير الزبادي. بصراحة هي جميلة جدا، انا جربتها. هنا اول حاجة معايا لبن مغلي، بس انا يعني غليته وسبته مثلا يدفى شوية. ومعايا هنا هو زبادي، انا كنت مخمراها من الزبادي اللي كانت عندي هنا عشان اعمل بيها الزبادي معاكم. مش لازم برضو تروح تشتري علبة زبادي من برا عشان تخمري الزبادي تاني، لا، اخر علبة تفضل معاكي تشليها عشان تعملي تاني زبادي وتخمري، هتبقى برضو جميلة جدا. اول حاجة هنا معانا الزبادي، هنضيفها على كيلو الا ربع اللبن ده، ضفتها كده اهو بالشكل ده، وهبتدي اقلب. وهنا معايا معلقتين لبن من البودرة. ليه بحط لبن بودرة؟ عشان الزبادي بتاعتي تمسك. لو زبادي عندك مثلا ما بتمسكش وبتبقى فيها مثلا على وشها مية، ممكن تضيفي معلقتين من اللبن البودرة، هتمسك وهيبقى طعمها مزبط وهيبقى طعمها حلو قوي. انا على طول بجرب الطريقة دي. لو حابة تحط لها سكر هقلبها كده بالشكل ده. برضو كمان لو حابة ان انت تعملي المكونات دي كلها في الخلاط مفيش اي مشكلة. خلاص هنا عملنا الخليط اهو، حطيته على جنب. هنيجي بقى هنا لماكينة الزبادي، هنشيل بقى ايه كل الغطيان دي كده، ما ينفعش تعمليها بالغطيان، ما ينفعش. ده للأول مرة يستخدمها او اللي مش عارف يستخدمها مثلا، هي سهلة جدا جدا. الكوبايات دي جاية معاها حجمها حلو قوي، يعني بتكفي مثلا فرد حلو قوي. شيل الغطيان دي كده كلها. وابتدي انزل بقى بالخليط بتاعي كله هنا اهو في الكوبايات دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، يعني يدوب الكيلو الا ربع على الثمن اكواب. خلاص هنا هو بقى مكان الفيشه، طلعوا كده. كنت عايزه اقول لكم ان هي ماكينه الزبادي بتاعتي زهران، زي ما انتوا شايفين هنا في نور، في نور منور اهو، النور بتاعها اهو منور كده، هي شغاله وانا حطاها في الفيشه خلاص، ومش هحركها من مكانها خالص ايا كان، ما تحركيهاش من مكانها خالص. ولا الغطا ده مثلا، ده الغطا بتاعها خلاص، انا اهو غطيته خلاص كده. ما تجيش مثلا تفتحيها وتجربي مثلا تشوفها انها ايه، تقل ولا لسه، او خلص التخمير بتاعها ولا لسه. لا ما تعمليش كده خالص، عشان ممكن اللبن يقطع ويبقى مش لطيف وتطلع مية على وش الزبادي وهي بقى تبقى مش لطيفة خالص. خلاص كده. مدة التخمير بتاعتها قد ايه ماكينة الزبادي؟ انا بسيبها 5 ساعات. 5 ساعات حلوة قوي. خلاص بعد ال5 ساعات انا بشيل الفيشة وبرضو بسيبها شوية، وبعدين بحطهم في التلاجة، بشيل الغطا ده
وبعدين ابتدي اغطيها بالغطيان بتاعتها دي، كل واحده احط لها الغطا بتاعها، وبعدين بحطهم في التلاجة لمدة ساعة، وإن شاء الله أول لما يخلص تخلص تخمير وأحطها في التلاجة لمدة ساعة، بحطها في صينية وبحطها في التلاجة وبتتاكل، بتبقى حلوة قوي. إن شاء الله أول لما تخلص معايا هوريها لكم، وخليكم معايا. زي ما انتوا شايفين هنا خلاص الزبادي اختمرت معايا، انا سبتها 5 ساعات وشلت الفيشة، ومثلا بعد ساعة كده فتحتها. تعالوا كده نجرب مع بعض، انا لسه ما حطيتهاش في التلاجة. بصوا بصوا اهو، قوامها حلو جدا اهو، على الوش مفيش اي مية ولا في اي حاجة خالص طالعة على وش الزبادي. دلوقتي بقى هبتدي اغطيها بالغطيان بتاعتها كده، وهحطهم في التلاجة ويبقوا جاهزين للأكل. وكده هنا أنا معايا علب الزبادي جاهزة أهو، 8 أكواب. طبعا أحسن من بره بكتير وأوفر، يعني لتر إلا ربع بالظبط أو كيلو إلا ربع بالظبط من اللبن، مع علبة كانت زبادي يعني متخمرة زي دي كده بالظبط. عملت كمية كبيرة اهو، وفرت طبعا كتير، وكمان اضمن واحسن بره بكتير من اللي بره بكتير. بصوا اهو، بصوا اهو، وده كان الفيديو بقى بتاعنا. إن شاء الله أشوفكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم.